طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية، معكم يوسف عربيات من سمارتي. اليوم اجينا بقلم جديد كمان بدل هذاك لانه كان يقطع. طيب، احنا كنا حكينا بالفيديوهات الماضية عن الـ if statement، حكينا عن one way selection وعن multi way selection. يلا نبلش ناخذ examples. examples، اول example من ناخذه الـ even والـ odd. even وإيش؟ odd. شو يعني even odd؟ أعداد زوجية والأعداد الفردية. شو فكرة الأعداد الزوجية والأعداد الفردية؟ دائما يا جماعة، إحنا في عندنا مشكلة ب طلاب، أو إحنا بشكل عام، وحتى أنا لما بلشت كنت إيش؟ أستصعب كتابة البرامج. بس عملية كتابة البرامج بأسلوب تحليلي. يعني أنا على سبيل المثال، أعداد الزوجية والأعداد الفردية. يعني الأعداد الزوجية دائما هي أعداد بتقبل القسمة على اثنين. الأعداد الفردية هي إيش؟ اللي ما بتقبل القسمة على اثنين، صح ولا لا؟ طيب، القسمة على اثنين، لما أنا أحكي كلمة تقبل القسمة على اثنين يعني إيش؟ يعني الباقي زيرو. يعني لما أقسم عدد على اثنين والباقي زيرو، هاي إيش؟ هاي عدد زوجي even. طب كيف إحنا حكينا قصة الباقي القسمة؟ عن طريق المود. فأنا باجي إيش؟ على سبيل المثال بدي أحكي له if الرقم تاعي النمبر، لما اقسمه على اثنين وطلع الجواب زيرو، اذا كان ناتج الرقم هذا مد عندك الرقم لما تقسم على اثنين الباقي تاعه زيرو، معناته ايش؟ معناته ايفن، صح؟ إلس شو بده يكون؟ بده يكون اود، صح ولا لا؟ طيب نيجي نكتب هذا الحكي بكود. كيف ممكن نكتب هذا الحكي كود؟ اول شيء انا في عندي رقم بدي اعرفه اللي هو انتجر. انتجر رقم نمبر، بدي ادخل هذا الرقم، دخل اليوزر اللي يدخله نمبر انتجر لهذا النم. باجي بحكي له اف النم هاي مد الاثنين اذا كانت تساوي زيرو، شو بتيجي بتحكي له؟ سي اوت، اطبع له سترينج بين دبل كوتيشن، نم از even. else اذا لا، اذا مد الاثنين ما طلع زيرو معناته شو بده يكون؟ اذا ما طلع even شو بده يكون؟ ايش؟ odd. see out num is odd. تمام، هذا بالنسبة لايش؟ بالنسبة للeven or odd. هذا كمثال. انتوا يا جماعة يعني خلص، أي سؤال فيه even odd من هون لألف سنة، دائما الأعداد الزوجية اللي هي ايش؟ مد الاثنين زيرو، الأعداد الفردية اللي هي مد الاثنين لا يساوي زيرو، فهاي دائما خلص اعرفوها قاعدة يعني. يعني اللي مش داخل مخه يعرف إنه قاعدة مد الاثنين هي عشان تطلع even أو odd. طيب، ناخذ مثال ثاني. maximum of two numbers، أنا بدي أشوف عندي، بدي اشوف انا عندي رقمين، هذا رقم اول حلو وهذا الرقم الثاني، بدي اشوف مين الماكسيمم فيهم. تمام، الرقم الاول اللي هو على سبيل المثال بدي اسميه اكس، والرقم الثاني بدي اسميه واي. بدي اسميه واي. بالمنطق، بالمنطق نيجي نحكي بدنا نطلع ماكسيمم بين الرقمين، بده يكون اف اكس كانت اكبر من واي، معناته ايش؟ معناته الاكبر اكس. إلس مين بده يكون الأكبر؟ بده يكون الأكبر عندي واي. هاي بالمنطق. طيب نيجي نكتبها كود، كيف بنكتب كود؟ أنا بشوف عندي رقمين، الرقمين ممكن يكونوا انتجر ممكن يكونوا أرقام عشرية وكذا، فأنا بدي إيش؟ بدي أعتبره إنه أرقام عشرية. بدي آخذ إيش؟ عندي بدي أعرف float a فاصلة b، هاي float. تمام، بدي أحكي له دخل، اطبع له جملة هيك تعريفية، احكي له اسمع شو بدي اقول له؟ انتر انتر تو نمبرز، هاي جملة بس تعريفية عشان لما يطلع الاوتبوت احكي له ايش؟ يعرف شو يدخل القيم. بعدين بدي احكي له ايش؟ بعد ما دائما تعطيه هاي الجملة التعريفية السي اوت، ايش بدي احكي له؟
هسه دخل اليقينتين، دخل ال A ودخل ال B. حلو، وبدي اعرف عندي ايش متغير خزن فيه الماكسيمم، تغير اسميه ايش ماكس. اجي احكي له هسه اف اذا كانت ال A اللي دخلت انا هاي اذا كانت اكبر من ال B معناته الماكسيمم هو ايش؟ هو A. else إذا مش الـ A أكبر من B معناته مين الماكسيموم؟ إذا الماكسيموم يساوي B. تمام؟ إذا A بتتخزن جوا الماكس إذا A أكبر، أو B بتتخزن جوا الماكس. بعد ما أطلع من الـ F شو بدي أجي أحكي له؟ C out، يعني هاي الجملة بعديها، بدي أحكي له C out إيش؟ max، اطبع قيمة الماكسيموم. هاي بس عشان إيش؟ عشان نشوف مين الماكسيموم بين تو نمبرز using if statement. لو بدي اشوف الماكسيمم بين 20 رقم ماشي لقدام راح ناخذ شيء اسمه فور لوب، جمله تكرار او جمله تكراريه بشكل عام. لقدام راح نشرح كيف الاليه بالضبط. احنا هسه الان بس بدنا نحكي عن ايش؟ نحكي هسه عن if statement. اخذت بس تو نمبرز، تمام. بالفيديوهات الجايه ان شاء الله عشان ناخذ امثله اكثر، لحد الان هون بكفي. يعطيكم الف عافيه.